طيب أنا عندي سؤال بس لحضرتك، هل هو فراغ في الوقت إن الراجل بيلجأ للموضوع ده، ولا فراغ عاطفي، ولا إيه؟ إن هو بيبتدي يدور على واحدة تانية يبتدي إن هو يتكلم معاها، هل الست بتبقى متجاهلاه؟ هل النهارده بيبقى عنده فراغ عاطفي ما فبيخليه يلجأ لواحدة تانية، ولا هو أنا عايز إيه أقول لك بالظبط؟ حاجة، الراجل غير ولا فراغة الست عين؟ شوية، الراجل غير الست شوية، الراجل قابل للتجديد المستمر، بيحب يجدد بطبيعته، طبيعته بيحب التجديد، الست لما بتحب الصراحة بتخلص. بالظبط، ست مخلصة جدا. ما بتشوفش أي راجل في الدنيا بيكون كده عندها حالة من العماء، ما بتشوفش أي راجل في الدنيا غير الراجل المرتبطة بيه. هو بيكون بالنسبة لها أعظم راجل في ودي الحياة. ودي طبيعة الست. بالظبط. ولو اكتفت براجل واحد واحتواء وبمشاعر بتكون صادقة وممكن يعني تقعد تحت رجله. طب.